programming on Bible Voice Middle East. You're listening to Bible Voice Broadcasting. Please stay tuned for contact information at the end of our broadcast. This is Bible Voice Broadcasting. كلمة الله المسموعة نحن نقدم لكم كلمة الله المسموعة واليوم نقرأ معا يوحنا المعمدان يجيب على أسئلة اليهود إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والأعداد التاسع عشر إلى الرابعة والثلاثين وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح فسألوه إذن ماذا إلي أنت فقال لست أنا النبي أنت فأجاب لا فقالوا له من أنت